ما انا مضطرين دائما نلبس مطرز وهيك. انت ليه مخلصيتيني وقاعده بعيد؟ فجاي قلت لهم انا هلا بدي صاحب البيت، الكهرباء مش شغاله. انت كبش الفدا اليوم مو انا. ما رضيت ينكتب او تنوصف بكلمه غير سوريه. تعالوا بدنا ننزل 10 كيلو بالشهر. نقنعهم انه شبابنا بيقدروا يعملوا شيء. اكيد هذا مستحيل. لانه مشان هيك نعمل عضلات روبوتات التلفزيونات، ونقول انه يعني فعلا بعيدين عن هذا المجال. يعني تقريبا هيك شيء تقريبا. قلت له هي رح تكون هديه معلوله بعيد الميلاد. كان صيف كانت فساتينهم كثير مهمه. انتم بيلبق لكم كثير تلبسوا شغلات بتركز على هالمنطقه. اخذ فريقنا المرتبه الخامسه على العالم. وبدي ضل قاعده جنبك، كثير عجبتني القعده. مو من قلبها، مو من قلبها. لا لاحظتوا اليوم ما عطت علي ولا 1%.